عندك استخبار دي؟ تشتري اخيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غلو البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كبداء الميه. كل زبون ناكب فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة، فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب كذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو كذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، كذاب، كذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش في الجامعة من اساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة امي. لا انا بتكلم بجد، ما معكش شهادة جامعية؟ لا. احسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ انا الحمد لله بكتب احسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى ان عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادة. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مين دي؟ انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة. طلع مش عارف والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كاسينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو. وما بخرت الشقة بعد الصلاة، بس اوعى تقول ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر، يا ساتر، دستور.
انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقول لي يا نانا صح؟ مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقية، طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزه كلمتني عندك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح. ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كل نفليكس. حاجه ساعه، اي حاجه، حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، أنا كل اللي يهمني إنكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عم. تاخد سيجارة سوبر بفلتر مستوردة؟ يا ابني السجاير مضرة بالصحة وبالمال. مضرة بمال مين يا عم؟ ده أنا مش عارف أودي الفلوس فين. امسك، امسك سيجارة. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على أيتام، امسك. طيب يا سيدي أشكرك. أنت مش قلت إنها مضرة للصحة؟ لا 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 والله دمك خفيف. الحاجة الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجة ساعة وحاجة سخنة؟ ما انت عارف كل حاجة بالمفتشة. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدق. ما تسخطيشني بال مدلوقين عليه. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تسخطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمه يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقبايك كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حراميه يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه، بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم من امتى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش، واوعى في يوم تبص لفوق.
يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجه التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياة ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسة للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيولة معاه، صح الكلام؟ عايدة يا عيون عايدة، انت طيبة قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقة انا ما استهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا عايز ادوكم بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه ايوه ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمه ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايده. عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده عايده، وهاني لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما انا شحات، مفيش اوطى من كده. متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما تسيبني في حال، ما تجيب يا سيدي.
بندرج شويه مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شويه مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتك؟ البدنوزيل اللي كانت معاك خطيبتك مش كده؟ لا وانت عرفت منين؟ إيه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من اللوكان ده شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومه انا ما عملتش حاجه. انا انت حكومه مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للاداره بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه. تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصه العمر ما تجيش غير مره واحده. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاج. هو الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. أقوى المحركات، حمولات متعددة، أكبر مخزون لقطع الغيار، وأحدث ورش للصيانة تحت إشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم إنهم يرمشوا، بس أنا هعرف أخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص. ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ ساعتك عندك حق في كل اللي قلته. انت اذكى واحد شفته في حياتي. ألف جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ازيد سان ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الضابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليلة لقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب 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 ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، Thank you.
المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان حملني مش عارف تقرا. فاستيه. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا، وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفار لعب في حبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصم احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت تتريق على امضه الحكومه؟ لا لا لا، ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا، لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره إلا إذا خنتني. ما بلاش، ده شرطي الأساسي. أمري لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقاربي في خربتها بحيره. إيه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوه. وهذه وبعدين هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يراقوه. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن، صحتك بقت عيبه عيبه. هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم، والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظالم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت ساعدت، كنت عرفتك سري. بس دي معقولة؟ أضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟ حق دي لو حصل وعرفت سري، يوه يوه. كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. أنا مش فاهم حاجة. أنا بقى فاهم. إيه اللي وقع منك هنا دي؟
الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي، مش بنفر حجاز ميري. ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل؟ استقيل؟ ايه واستقيل؟ اشتغل في القنضة من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء؟ حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلس عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بدي لك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت نبيتك للدفاع عنها، ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا توصيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجو حاول بلحظة طرق. يا أستاذ رمضان أنا عاوز أساعدك أرجوك. أرجوك أنت يا أستاذ خليك في حالك واقعد على المعروف، سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح أن المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع أمثاله ليكون عبرة لغيره. أيوه أيوه يا بيه، أنا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمه! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بقيت غني، بقيت غني رسمي على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني، خدي بالك منها ام علي. فعليا بالعكس يا اخويا، اشم وقتل. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلك انت. مثلك انت. قلبي معاك يا استاذ. خلي قلبك على روحك انت، انا كويس مش دعوة خالص. يلا يا شاويش. يا زيختي يلا. خش يا مسؤول. قال لا، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا ابني؟ مش عاجبك يا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اه
اجي هنا في ايه؟ هاتوه. الله، بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه؟ ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاه. ايوه بس انا مش معاه. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجيلك على طول. يلا يا جماعة وضبونا عشان عايزين ناكل لقمة مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. ابو قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب. Hey,
بشبيشي. عيون بشبيشي. هتقدم استقاله امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجه، انا غبت، هما بقوا سيبوني. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استقيل جدع. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر، ده الحرامي منين عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذة. حلو تسمية حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش اه، واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%، احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. قرش 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 قرش. اهو ده الهجام ضربوه. يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه. يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال. اهو ده النشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرامي العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة سكة سكة. ودول زمايلنا السكاك، السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس وانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟
انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليه لك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحه انا زعلان. الموظفين في المصلحه هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاته. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه لموضوعنا. لا ما تخافش يا لوتي، السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ ما تغربش بيشي. الله تنصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا الساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ يا رح خد. يا عم ده انا يا اللي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرح فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نورة حلوة. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. قال اصل انا كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري يا راجل. الكشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده، اللي اسمه اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. اشكرك جدا. يا استاذ. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي لو انت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل.
دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه ساعه البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السنه مفتوحه ساعه البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قالك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسمون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا. بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعد استريح يا ولد. اقعد يا بشبيش. ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاع التاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنوروا. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا مالك وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس اكيد، بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا. اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض. قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم يا ملك. حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي؟ احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعه اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله. طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟
قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم، والباقي الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه موافقين. النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20 40 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعدي عليا ولا عدي عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. كفايه بصل برضه لحسن، تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، واحنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا. ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظ لك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ مرزوق طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكر. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟
الولاية الشروقة يا جدع ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله 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 يا عم. ايوه كده مشروب. ايتي. ايديله. 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 افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو. ما تضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه؟ يا جدع انت خليها مبسوطه، عارف؟ طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثة انا اتبرتشك هي. ما تيجي تبرتش معانا. وقاحة وقلة أدب. خدها برتوشة. شغل حواري. يا عم برتوشة. اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا ابني. احسن برضو عشان صحتك. جايب لي بيبي دول يا استاذ. لسه اشوفك وانت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوة. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراولة منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافية. لا مش بالعافية. بحاجة تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 تن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. Thank you.
السلام عليكم. الله يعطيك. اهلا يا بركات، اتفضل. احسن اكون عطلت ولا حاجه؟ لا ابدا. مالك يا بركات؟ قلقان ليه؟ لا لا لا، مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعه ما جيت وانت عمال تحرق. هتعملي فيها الشبه العافيه؟ روحي اعملي حاجه اشربها. شاي، حاجه ساقعه، ينسون، حب، حصى. بصراحه بقى مفيش غير بني. خلاص اعملي قهوه على الريحه. على الريحه ولا تطريقه؟ خليهم الدنيا خالص. ماشي. اسف بركات، مالك؟ لا بس في مشكله عند واحد صاحبي. مرزوق؟ لا لا لا، واحد صاحبي تاني. مالك؟ يحب. دي تبقى مشكله؟ اصله مش عارف يقول اللي بيحبها انه بيحبها. ليه؟ ما بتسمعش؟ لا، ودانها سليمه وحلوه وطيبه وجدعه وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. أنا؟ لا، قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطة. يعني موافقة؟ احيانا. جرايا يا خلو، في إيه؟ مفيش، أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. انا اللي عندي ليك احلى خبر. ايه؟ ايه رايك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا شبكه؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير، ده انا ابويا شبك امي بقمع سكر. شبك امك؟ مش شبك بطه؟ ده انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهادة لله ما فيهاش حاجة تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجة قد ولا ضارب حاجة ولا عامل ايه؟ يلا بطة مش ليك يا مرزوق. بطة ما بتحبكش. تقول ايه يا بطة؟ ما بتحبكش يا كوتش. أنا مفيش مرة ما بتحبنيش. إلا بطة، دي الحقيقة يا كوتش، بطة بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ أنت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات؟ دي مؤامرة. ده رابع عطا يضيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتروهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا، ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في الفارافان ولا في فاترينا، ده مكسبنا احنا، مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. هو انت ما قلتلوش يا بركات؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده
بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل. صاحبي ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. الدنيا بتمطر نسوان النهارده ولا ايه؟
ده مين يا قمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كيم.